طيب لما رجعتي كلميني على التغير اللي حصل. يعني بصي، هو انا لما رجعت التغير اللي حصل بالنسبه لي، انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا، يعني نفس المدرسه اللي انا اتعلمت منها، نفس المنهج اللي باخده في 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 ان انا ازاي اجهز لاي دور، انا ما اتغيرتش. بس يعني المجال كله، الوسط كله اتغير 180 درجه. ايوه. ف هي هنا 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 بقى الصدمه. يعني اللي هو انا حواكب ايه ولا ايه، هعمل ايه، وانا برضو انا ابيض واسود. ايوه. يعني انا بقول على نفسي ان انا ابيض واسود. أيوة. انا اتربيت في الابيض والاسود، فما بقتش عارفه بجد اتعامل بس ازاي. بس الفنان القوي ما بيهموش. ما يعني انت عندك حق، بس هي الفكره في ان فانك على ما بتبداي تستقبلي المتغيرات دي وتكيفي نفسك عليها، لا بتاخد مجهود ونفسيه وصحه طبعا، لان السيستم مختلف. ايوه صحيح.